تقريبا في عنا حوالي 4 حالات، وعلي خلنا نقول هو قمة الهرم في الحالات هاي، وعلي قصة نجاح لغرفة المصادر ولإبداع المعلم ولمديرية التربية تعليم طوباس، إنه ولد كان في العدم والآن طفل عادي. أول ما وصل عنا علي على المدرسة كان خايف، كان يعيط، كان مش متقبل المعلمين ولا المدرسة بشكل عام، رافض أي حدا. لما كانت أمه معه كانت هي اللي ضلت معه، كان طول النهار أمه ضلت معه هون بالمدرسة، ما كانش عارف إشي جديد عليه، لأنه كان مش حدا مش متقبله من المدرسة، لا الأولاد ولا حدا كان متقبله. علي أول إشي ما عندهش رغبة يبعد عني، ضله ملزق فيي، كان فوضوي جدا، كل إشي بشوفه بده إياه، كان ما يهدى، ما يقعد على الكرسي نهائيا. احنا لولا غرفة المصادر صعب ندمج علي عنا بالمدرسة، لأنه وجود شاب زي هيك عنده احتياج بده اشي خاص، امكانات المدرسة ما كانت موفرت لنا الاحتياج، خلنا نقول الحاجة اللي ممكن نسد فيها احتياج الطفل هذا، إلا بصير وجوده سلبي على علي. فوجود غرفة المصادر مع وجود المتدربات طالبات المتطوعات لمدة سنة، يعني قدمنا شيء كثير كثير كثير. أول إشي قبل أي إشي بدك تقرب الولد منك، بدك تخليه يثق فيك إنه عن جد يجي معك. يعني إحنا أول إشي علي ما كان يرضى يجي معنا، فإنه صرنا نجيب علي نلعب معه، نعطيه أشياء زاكي عشان يتقبلنا علي. فأول إشي أول شيء بدك تعمله لازم تكون علاقة بينك وبين الولد عشان الولد يصير يقبلك. فبعد هيك بتصير الأشياء تتطور شوي شوي، لأنهم يعني هم شوي بسيطين، بدك تتعامل معهم في نفس الطريقة اللي هم بيفكروا فيها. فشوي شوي بتبلش إنه مثلاً تستجوب هدول الأولاد، تحكي معهم، تتقرب منهم أكثر عشان يعطوا أكثر. تعلم كثير بصف المصادر، اندمج مع الأطفال، أول إشي صاروا يعرفوا حالته، بطلوا إنه يخافوا منه الأولاد أو إنه يضحكوا عليه. هاي هي كانت مشكلتي، إنهم بضلوا يضحكوا عليه. الطفل كان صعب السيطرة عليه، مش طالب، ما بتقدر تقول عنه طالب، لأن هو طالب في المدرسة، إنه الطفل يتجاوب مع بيئة المدرسة بهاي الطريقة خلال فترة زمنية قياسية رغم كل الظروف. في العلاقة بين غرفة المصادر تكون العلاقة مشتركة ومتكاملة مع كل الأعضاء اللي داخلين فيها، المدير والمعلمين والأهل، أهم إشي برضو لأنهم بيساعدوا الطالب على إنه يقووه في البيت، يعني بيكملوا مع المعلم غرفة المصادر بيستمر معهم في البيت، وهاي العلاقة كثير مهمة بينهم. بحب أدمجه أنا لأنه بكسب مهارات أكثر من الاندماج مع المحيط مع الحواليه. أنا كنت في صعوبة أعلم السلوك، في صعوبة، هون بتعلمه بسرعة. تخوفاتي أنا ما بعد الرابع إنه علي وين بيروح، يعني يرجع زي ما قبل الأول، فهذا الإشي الخايفة منه. بتمنى إنه يضل متابع على غرفة المصادر ما بعد الرابع، يعني على الأقل للعاشر، للمرحلة الأساسية التعليمية.